معانا ايه بقى يا نرمين عشان ما ناخدش بقى من وقت. بصوا احنا عندنا كتير. الحلقه النهارده زي ما انتم عارفين احنا دايما بنحب نتكلم في حاجات كتير، لكن خلوني ابدا في حاجه يعني حاجه انا لقيتها كده وانا عماله، حتى يمكن كنت بتكلم مع ديما قبل ما ندخل، اغنيه لعمرو دياب بصوت مين بقى؟ عبد الحليم العندليب طبعا، عبد الحليم حافظ. يعني خليني اقول انه الناس مش عايزاها تتخض، لان احنا زي ما بنقول احنا بقينا في عصر الذكاء الاصطناعي، بقينا بنسمع عنه في كل حته وبيحاصرنا في كل حته. ويمكن قبل كده كنا اتكلمت انا وانتي انه احنا بعد كده تقريبا حتى على الروبوت والحاجات دي ممكن تلاقوا مذيع قاعد روبوت عادي جدا يعني هنا. فانتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ انتي مثلا ديما، انتي مع بما انك برضو شباب وجيل الشباب، مع الموضوع ده ولا لا ضده؟ بصراحه انا ضده، يعني غالبا انا الوحيده اللي بحبك اللي ممكن اكون ضده. بحبك طبعا. لا انا مش مع خالص الموضوع ده. ليش؟ كمان سمعت انت سمعت الاغنيه؟ يعني انا لا ما سمعتها صراحه، بس شفت على السوشيال ميديا حتى. لا مش حاسه، مش عارفه، يعني كل واحد برضو المفروض يبقى ليه هويته او ليه. لا الموضوع ده مش يعني في حاجه ناقصه كده طبعا. الروح. هو الفكره بالزبط. كمان يا رند ان هم عملوا دمج بين يعني بين جيل يعني كبير جدا، وطبعا الفنان الكبير عمرو دياب طبعا من الاجيال الجميله، بس هو طبعا في الاول وفي الاخر شبابي، فكل يعني جيل بيبقى ليه رونقه وبيبقى ليه احساسه بالاغنيه. فلما نسمع عبد الحليم مع عمرو دياب اكيد ده خلينا نسمع. نروح نشوف ونسمع مع بعض. خلينا يلا بينا نسمع وبعدين نحكم. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني، الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. اجمل ما فيها اللي وافقتني تحت باليها توعدني، اجمل ما فيها اللي وافقتني تحت باليها توعدني، لحاجات كتير بحلم بيها انا من زمان مستنيها، لحاجات كتير. لا لا انا ما حبيت ابدا ابدا ابدا، يعني اغنيه عمرو دياب ما يتحكيش عليها ما يتحكيش عليها، بس برضه العندليب يعني هون نقطه وسطر جديد طبعا صراحة. العندليب عندليب يا جماعه في كل الاغاني بتاعته وفي كل الحاجات الحلوه والذكريات الجميله، وطبعا عمرو دياب كلنا بنحبه، ولكن طبعا هم عمرهم ما هيتفقوا مع بعض، لان ده جيل قديم جدا، وده طبعا جيل يعني دامج بين الجيل القديم والجيل الجديد. لا والاغنيه بالزبط. اعتقد نفسها يعني شكل الاغنيه او ستايل الاغنيه مش لايق مثلا مع الله يرحمه العندليب طبعا. في طربيات يعني في انواع موسيقى، هذا طربي هذا شبابي هذا سريع، يعني خلوا اعطوا الخبز لخبازه زي ما احنا بنحكي.